في مدينة الإنتاج الإعلامي، والنهاردة احنا الحقيقة بعد جهود استمرت حوالي 6 7 شهور ومفاوضات استمرت 6 7 شهور، النهاردة هنوقع إن شاء الله عقد مهم جدا بيننا كمدينة إنتاج إعلامي والهيئة العامة للاستعلامات. العقد ده هو عقد الهدف منه في المقام الأول حماية التراث المصري الممثل في الجريدة السينمائية اللي كانت موجودة زمان وفيها تراث مصري كبير جدا من فترة طويلة قوي، وكنا بنشوف السينمات زمان لما كان بيتعرض وأفلام قديمة جدا أكتر من حوالي 2500 فيلم تقريبا، فبنعمل لها عملية ترميم لأنها دي أفلام سينمائية عبارة عن مواد كيماوية بيحصل لها تحلل، فنحولها لديجيتال ونبتدي نحافظ على هذا التراث في الفترة اللي جاية، نحولها كمان ل4K ودي أعلى تقنية موجودة في العالم النهاردة، وإحنا جبنا هذا الكلام خلال الفترة اللي فاتت بعد التعاقد أو التعاقد اللي هنعمله النهاردة، هنبتدي التنفيذ إن شاء الله اعتبارا من يناير ونبتدي نسلم الهيئة العامة للاستعلامات هذه الثروة الكبيرة ديجيتال في بتاع. يا ابني انت خيلني انا مش عارف اتحرك والله العظيم، تاخد شويه كده خلينا في الكلام. فعشان دي يعني ان شاء الله دي حاجه هديه بنقدمها لمصر الحقيقه انا وصديقي العزيز الدكتور ضياء، لانه من ايام ما كنت في وزاره الاعلام وكنت شايف الثروه دي موجوده في مخازن الهيئه العامه للاستعلامات، والحقيقة كان بيسوءني جدا وجودها بهذا الشكل، ما كانش فيه إمكانيات مادية إن احنا نقدر نحافظ عليها بالشكل اللي يليق بقيمتها ومكانتها. فأنا برحب بيكم والنهاردة إن شاء الله بنحتفل بتوقيع هذا العقد المهم. بشكر كمان زملائي اللي في المدينة اللي اشتغلوا خلال الشهور الماضية عشان نقدر نجيب هذه الأجهزة ونبتدي نعمل هذا المعمل، وبمناسبة احنا بيساعدنا كمان في هذا المشروع عشان نضمن ان مفيش اخطاء هيجي لنا في بعض الخبراء الالمان اللي متفقين معاهم ضمن توريد هذه الماكينات المهمه اللي هو هيبقى اكبر مشروع من نوعه في منطقه الشرق الاوسط عشان نقل الخبره بشكل جيد في هذه او هذا المشروع الكبير. اتفضل دكتور دي. صباح الخير على حضراتكم و بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بتوجه بالشكر الجزيل للصديق العزيز معالي الوزير أسامة هيكل على التعاون الحقيقة الوثيق اللي احنا قدرنا نقيمه خلال الفترة الماضية ضمن القواعد القانونية المستقرة في مصر، بمعنى الإصلاح والترميم وتحويل الثروة الوثائقية الموجودة لدى الهيئة العامة للاستعلامات بمعرفة مدينة الانتاج الاعلامي تم وفقا للقوانين المستقرة، بمعنى انه طرحت مناقصة تم اتباع كل القواعد القانونية فيها، بما فيها التفاوض اللي كان احيانا شاق حوالين بعض البنود القانونية، لكن كان بيغلف كل ده وبيحوطه رغبة شديدة من الجانبين وبالتأكيد من الصديق العزيز أسامة هيكل على انقاذ هذه الثروة. هذه الثروة عشان حضراتكم يعني تبقوا عارفين، وانا يمكن امامي كتابين موجودين، هذين الكتابين هو كل ما بداخل هذه الثروة، كشاف كامل سواء بالتواريخ أو بالأشخاص أو بالأسماء أو بالأحداث لما يوجد داخل هذه الجريدة السينمائية. لدينا في الهيئة العامة للاستعلامات وهو ما سيتم إصلاحه وترميمه وتحويله كما ذكر الصديق أسامة هيكل إلى آخر تكنولوجيا موجودة هي 4K، لدينا عدد حوالي 2340 عدد من جريدة مصر السينمائية. هذه الأعداد يتراوح المتوسط المدة الزمنية اللي هي حوالي 10 دقائق لكل عدد، وبالتالي عندنا في حدود 24,000 دقيقة موجودين من تاريخ مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وانا زي ما ذكرت يمكن الدراسات التحليليه دي الموجوده قدامي فيها تصنيف لكل ما هو بداخل الجريده من احداث رياضيه وفنيه داخليه خارجيه سياسيه ثقافيه الى اخره. الجريده بتغطي الاعداد دي بتغطي فتره مهمه جدا من تاريخ مصر. جريده مصر السينمائيه بدات عمليا عام 1941، لكن ما هو بحوزه الهيئه العامه للاستعلامات هو بدءا من العدد رقم 310. عدد 310 ده بيعود الى
اغسطس 1952 بعد ثورة يوليو باقل 23 يوليو باقل من 20 يوم بدأ اول عدد لجريدة مصر السينمائية في هذا العهد الجمهوري. فالعدد 310 هو اول عدد موجود ان شاء الله هيبقى في الاصلاح، واخر عدد هو العدد 2700، وبالتالي عندنا حوالي 2400 عدد موجودين على شاشات على شرائط سينما بكر زي ما بيسموه، حوالي 5500 بكرة 35 ملي و 16 ملي هيتم نقلهم بالكامل جميعا في خلال الايام اللي جاية، وهيبقى حضراتكم على علم، وايضا النقل هيتم تحت اعينكم واعين الرأي العام المصري من مخازن الهيئة العامة للاستعلامات الى مخازن الهيئة العامة للاستعلامات ايضا بداخل مدينة الانتاج الاعلامي، لانه الاستاذ اسامة هيكل تكرم باعداد اماكن لائقة وايضا بها الشروط الضرورية لحفظ هذه الافلام هتخزن فيها، وحيتم اخراج الافلام تباعا الى الفنيين سواء المصريين او الخبراء الالمان اللي جايين عشان يتم اصلاحها بالتدريج، والاصلاح زي ما ذكرنا من شويه الاتفاق ان هو هتسلم في النهايه على نسخ اصليه ونسخ احتياطيه وايضا بعلامات مائيه تؤكد ملكيتها للدوله المصريه ممثله في الهيئه العامه للاستعلامات وعلى 4K كما ذكرنا. هذا المشروع ان شاء الله يعني من المقرر ان يستغرق في حدود العام ونصف. الطرفين لديهم رغبة في إنهاءه بأسرع من كده، لكن احنا أيضا بنضع في اعتبارنا الأمور الفنية، نحن لا نريد أن نخرج شيء يصلح مرة أخرى، نريد أن نخرج شيء ومنتج نهائي يصلح للتعامل معاه مع حضراتكم على الشاشات مع التلفزيونات مع الباحثين مع غيره. أتمنى وده يمكن مناسبة أن نعبر عن هذا التمني أن تكون هذه الخطوة هي خطوة أولى في تجميع ذاكرة مصر. ذاكرة مصر كبيرة جدا ليس فقط في مجال السينما والفيديو، ولكن أيضا في مجال الإذاعة، في مجال الوثائق التاريخية، في مجال الكتاب، في مجال الفن. ذاكرة مصر ربما تحتاج إلى ربما مركز كبير يمكن أن يحتوي كل ما في ذاكرة مصر، تقوم الدولة بإنشاء وتجميع كل وثائقه وكل مقتنياتها لتوضع في مكان واحد قبل أن يعني يتلفها الزمن. هذه الخطوة هي خطوة صغيرة في هذا الاتجاه، لكنها بالنسبة للطرفين بالنسبة لنا احنا في الهيئة العامة للاستعلامات خطوة كبيرة لإنقاذ ذاكرتنا التاريخية وإتاحتها لعموم المصريين وللجمهور المصري والمتخصصين. أكرر شكري للصديق العزيز الوزير أسامة هيكل ولكل زملائنا اللي ساعدونا واللي لسه هيبدأوا المشوار بقى الأشق في مدينة الإنتاج الإعلامي في إعداد هذه المهمة والقيام بهذه المهمة الكبيرة، وأنا بشكر حضراتكم ويعني نوقع بقى. نوقع طبعا. هو الاجيال اللي زي حالاتنا كده عارفاه كويس، لانه كان في افلام السينما بتاعت زمان كان في جزء اسمه الجريده السينمائيه، كان بيحكي حاجه تاريخيه حصلت، مناسبه حصلت، الكلام ده كله. الكلام ده قديم جدا، بدا من سنه 41، المتاح منه اعتقد من سنه 52 تقريبا، حوالي 2500 فيلم. الرقم بالدقه اقل من كده حاجه بسيطه، انما ال 2500 فيلم دول مدد الزمنيه بتاع كل فيلم فيهم بتتراوح متوسطها حوالي 10 دقائق، اكتر من كده واقل من كده شويه، انما دي كان فيها اجزاء تاريخيه، فيها عدد من زعماء مصر، فيها مناسبات تاريخيه مهمه موثقه في هذه الافلام، وبالتالي من حق الاجيال القادمه انها تشوفها لان ده جزء من التاريخ المصري. التخزين اللي كان موجود كان اعتقد
اعتقد انه ما كانش يصلح ابدا انه نقدر نحافظ عليها. بعضها ابتدى يهلك بالفعل، فاحنا هنا عملنا المشروع، والمشروع ده بيتضمن على فكره يعني تفاصيل كثيرة جدا. احنا حتى هننقل المخزن اللي موجود هناك بالكفاءة بقى التكنولوجية الحديثة، بحيث ان هو هيبقى عملنا لهم مخزن داخل نفس الموضوع، وبعد ما يتم النقل هيبقى كل ده على عهدة هيئة الاستعلامات، وهيبقى فيه موظفين من هيئة الاستعلامات موجودين داخل المدينة بصفة مستمرة، هم المسؤولين عن هذا المخزن اللي هيتم فيه التخزين، واحنا عاملينه عن درجة حرارة 8 مئوية اللي هي المناسبة للتخزين بهذا الشكل. ونبتدي ناخد فيلم ونعمل له محضر مشترك بيننا وبينهم عشان يسلموهن، عشان يشوفوا حالته الفنية شكلها ايه، لان الحالة الفنية دي مهمة. بعضها هتلاقي فيه حاجات بايظة، بعضها هتلاقي فيها حاجات احنا بنحاول نصلح ما تبقى من هذه الثروة الضخمة جدا. هناخد بعد كده ده ونبتدي نعمل له العمليات اللازمة بالمعدات اللي احنا جايبينها. احنا جايبين يعني افضل معدات في هذا المجال في العالم من المانيا، واعتقد المشروع ده هيبتدي تنفيذه ويبتدي يبان انتاجه في شهر فبراير القادم. حضرتك ذكرت انه كان يمكن على مدة 6 شهور تم عقد المفاوضات، او كان هناك مفاوضات مع الهيئة العامة للاستعلامات. ما بعد التحديث هل هناك خطة في انه يكون متحف، ان يكون مثلا في استفادة اقتصادية من جريدة مصر السينمائية بعد التحديث؟ ما احنا قلنا لهم ان احنا برضو يعني طبعا عشان ظروف المالية كان في جزء من المشروع ان احنا ممكن نعيد الافلام، نعمل افلام جديدة سينمائية جديدة يعني تحافظ عليها تاني، انما هم ما يعني ماديا بقى ما قدروش، فقلنا خلاص لان هو الاساس انها تحافظ ديجيتال، انت المهم انك تشوفي المنتج نفسه مش انك تشوفي البكره بتاعت الفيلم يعني، وده خلص بطل من العالم كله يعني، فما فيش مشكله فيه، انما المهم انه يحافظ عليه، لانه حضرتك ولادك واحفادك والكلام ده كله لازم يشوفوا التاريخ بتاعهم بشكل دقيق وامين. الحقيقه جريده مصر السينمائيه هي جريده بدأت قبل طبعا وجود التلفزيون والصورة في البيوت، بدأت في أربعينيات القرن الماضي، وكانت بتنقل أخبار مصر مصورة وتعرض في شاشات في قاعات السينما قبل بداية الأفلام، وكان بينتجها القطاع الخاص. بعد ثورة 23 يوليو 52 وإنشاء مصلحة الاستعلامات اللي أصبحت هيئة الاستعلامات، بدأت الدولة هي اللي بتنتج هذه الجريدة. هذه الجريدة كانت بمثابة نشرة أخبار أسبوعية تصدر كل أسبوع مصورة، منها الآن لدينا في الهيئة العامة للاستعلامات في حدود 2400 عدد بيغطوا الفترة من 1952 إلى 2013. ده اللي موجود لدينا، وهذا التراث موجود على شرائط سينما قديمه طبعا 35 ملي 16 ملي، وبالتالي ما نقوم به الان هو اصلاح هذه الشرائط، تحويلها الى الشكل اللي يمكن عرضه بيها على الشاشات الحديثه والاجهزه الحديثه اللي هي الديجيتال و4K، وده اللي مضمون المشروع اللي بنقوم به الان وقعناه اليوم مع مدينه الانتاج الاعلامي. ما بعد الإصلاح هل هناك نية أن يعرض هذا المضمون على للخارج، للدول الخارجية، أن يكون هناك عمل بالتراث القديم لهذه الشركة أو الجريدة؟ الحقيقة ما لدى الجريدة أو ما لدى الهيئة أو بداخل الجريدة من وثائق ولقطات سواء داخل مصر أو خارجها بتغطي كل المجالات، ربما يعادل كثير مما موجود لدى الأرشيف البريطاني، والأرشيف البريطاني زي ما احنا عارفين هو مصدر رئيسي لكل من ينتج أشياء سواء وثائقية أو روائية أو غيره، وبالتالي هذا التراث بعد إصلاحه سيكون متاح لكل من هو في مصر وخارجها. بالقطع، لأنه حضرتك عارفة طبعا في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي قد إيه بتبقى لقطات نادرة لها مقابل كبير، وده أمر طبعا هيعود للدولة، هيعود للهيئة العامة للاستعلامات، لكن الأهم من كل ده إنه هيبقى تراث ملك لمصر، وإنه هيبقى عليه شعار الهيئة العامة للاستعلامات، شعار الدولة المصرية، وبالتالي أي يعني شخص عايز يستعين بيه أو أي جهة هيبقى لديها هذا الشعار لكي يعلن.